السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوا. النهاردة جايين نتكلم عن علاج مرض النيوكاسل أو الشاخص إلى السماء، أو بالبلدي كده مرض التواء الرقبة. طبعا ده فيروس خطير جدا، احنا لازم نتعامل معاه بشكل سليم ولازم نعالجه بالشكل الأنسب ليه، لأن هو أنواع الفيروسات كتيرة جدا، ومن أصعب الأنواع هو النوع ده اللي هو فيروس نيوكاسل أو مرض الشاخص للسماء. هنتكلم عن الأعراض في الطيور المختلفة، وهنتكلم برضو عن الطريقة الأنسب والأمثل لعلاج مرض نيوكاسل. لكن قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. في البداية لازم نتكلم عن أعراض نيوكاسل على حسب نوع الطائر. يعني في بعض الطيور المائية زي البط والوز وأي طيور مائية بتشبه للبط والوز من نفس الفصيلة، بيبقى فيه أعراض محددة كده. أولا فقدان شهية، علامات عصبية، بيبقوا متوترين، إسهالات وسيلان من العين والأنف، وانخفاض في إنتاج البيض، وموت مفاجئ. دي الأعراض اللي بتحصل عند الطيور المائية زي البط والوز وخلافه. في طيور تانية احنا مش مهم نتكلم عنها لأنه مش مجالنا، زي الببغانات وبعض طيور الحبش والكلام ده كله، احنا مش عايزين نتكلم على الكلام ده. لكن تعالى مثلا نبص على الحمام. الحمام مثلا بيبقى فيه فيروس نيوكاسل ده، وبيبقى اسمه فيروس بارميكسو بتاع الحمام، اسمه فيروس بارميكسو، تمام. بتكون برضو الأعراض عند الحمام إسهال، وبيبقى في بعض الاعراض العصبيه زي الشلل او التواء الرقبه، تمام، او ارتخاء في الاجنحه والعرج، ان هو يكون الحمام بيعرج وهو ماشي، تمام. في برضو بعض الطيور زي الكنار او الفنش الاستراليه، ده برضو فيروس بارميكسو 3. الاعراض الرئيسيه للنوع ده من الطيور اعراض عصبيه، وابرزها اللف والتواء الرقبه، ونسبه الوفيات بتبقى عاليه جدا، الا طبعا لو استمرت الطيور في القدره على الاكل. لو كلت كويس الطيور الكنار والفنش الاسترالي هتقدر تتعامل مع مرض الفيروس بارميكسو 3 اللي هو النيوكاسل اللي عندهم، نيوكاسل من النوع اللي بيصيب الكنار والفنش الاسترالي، تمام. في الحمام بيسمى المرض بفيروس بارميكسو الحمام، وهو مربوط بايه؟ مرتبط ببارميكسو فيروس 1 النيوكاسل في الدجاج، تمام. ولهم برضو الاعراض فيهم متقاربه عند الدجاج والحمام، لكنهم مش نفس الاعراض. وطبعا بدا انتشار النوع ده من الفيروسات في الشرق الاوسط عموما سنه 1980، واللي حملته طبعا طيور الدوري والحمام البري، ونقلته لطيور التربيه اللي عندنا. البارميكسو فيروس 3 بقى شائع في الجزء الشمالي من الكره الارضيه في اوروبا وامريكا الشماليه، وبالتحديد في طيور الكناري والفنش الاستراليه، تمام. وطبعا ده لا يعني ان الطيور دي غير معرضة لعدوى البارميكسو 1 بتاع الحمام النيوكاسل، لا، برضو معرضة للبارميكسو 1 بتاع الحمام. يعني انواع مختلفة وكل نوع له الاعراض المختلفة بتاعته. يعني اللي يهمنا فيهم الطيور اللي هي المائية زي الوز والبط والكلام ده كله، او الدجاج او الحمام، دول اشهر الطيور اللي احنا بنربيهم عندنا في مصر او في البلاد العربية بشكل عام، تمام. ده بالنسبة لاعراض المرض نيوكاسل او التواء الرقبه او الشاخص للسماء. بيسموه الشاخص للسماء عشان بعض الطيور لما بيحصل لها التواء رقبه بتلاقي الطائر رافع راسه لفوق كده وباصص للسماء، رافع راسه بسبب التواء الرقبه، رافعها لفوق وباصص للسماء، عشان كده سموه الشاخص للسماء، تمام. الدواجن عموما في الايام دي بتتعرض، او في معظم الايام عموما، ملهاش مواسم معينه، لهجمات شرسه من مرض نيوكاسل، تمام. عشان تعرف العلاج لازم تفهم الكلام ده، تمام، خاصة في الدجاج البياض اللي في المنازل. والناس الخبيرة في تربية الدواجن بتنصح بذبح الطيور قبل ما تتصاب بقية الطيور. يعني لو عندك شوية اتعدوا اذبح الباقيين. في ناس خبيرة بتقولك رايح دماغك الموضوع ده، لان ممكن الموضوع يكون صعب اصلا في علاجه. لكن في خطط متكاملة علشان ترصد وتعالج المرض قبل انتشاره، تمام. والخبراء عموما في هيئة الخدمات البيطرية بيؤكدوا ضعف القدرة على تنفيذ برامج حقيقية للتقصي ولمنع انتشار الفيروس في المزارع بتاعة الدواجن. الموضوع مش سهل خالص. فيما بقى يتعلق بعلاج فيروس نيوكاسل، انت دلوقتي فاتح مشروع او بتربي تربية
منزليه، او انت يعني الموضوع عندك في البيت على الضيق او على الواسع حتى على حسب انت قدرتك. المهم ان انت مش فاتح مشروع كبير، المهم ان انت بتربي في البيت على السطح بتاعك حتى لو مشروع صغير، انت كده في نطاق مختلف. فانت بقى اللي محتاج، احنا يهمنا ان احنا نتكلم عن الطيور اللي فوق السطح عموما. احنا قناتنا اسمها طيور فوق السطح، فكلامنا مش لاصحاب المشاريع، لانهم اصحاب المشاريع اصلا عندهم الخبرات، الا بقى لو انت لسه فاتح مشروع جديد ممكن تستفيد من كلامنا. فالفكرة كلها يا جماعة في علاج النيوكاسل بتكمن في التحصين، تحصين الطيور اصلا ضد الفيروس ده، الاجراء الوقائي والعلاجي كمان. يعني انت عايز تتخلص من المرض ده ما تجيبوش اصلا، يعني ما تخليش الطيور تتعرض ليه. صحة الطيور ومدى قوة مناعة الطيور هتساعد الطيور على مواجهة المرض، هي الفكرة في كده. انما لو الطائر ضعيف، لو الطائر ضعيف اصلا، ففكرة العلاج اصلا هتبقى صعبة بمنتهى الصراحة والأمانة. وكده كده أي حد بيربي طيور بيعمل على تقوية الطيور وتعزيز مناعة الطيور ورفع صحتهم ورفع جودة إنتاجهم وكل الكلام ده. فده شيء طبيعي إن أنت تكون رافع مناعة الطيور أصلاً ومحافظ على صحتهم، تمام؟ فالدعم والعناية والمراقبة باستمرار هي الحل الأمثل، تمام؟ وممكن أنت لو لقيت المرض حصل ممكن تدعم الطيور بقى بالفيتامينات والمعادن، أهمها فيتامين ألف، فيتامين اي، فيتامين سي، تمام، ومعدن الزنك. كل الحاجات دي بتعزز صحه الطائر وبتعزز مناعه الطائر. ولازم برضو تستخدم مكملات غذائيه وفيتامينات صناعيه مخصصه للطيور عن طريق الشرب، خاصه ان كل الطيور بتفقد الشهيه، تمام، والاغذيه هي اهم حاجه. الاغذيه هي اللي بتحوي على الحاجات اللي ممكن تعالج الطائر. انت محتاج الطائر، محتاج ان الطائر ياكل، محتاج ان الطائر ياكل. يعني الطائر اللي مش هياكل مع مرض النيوكاسل هينفق، تقول له مع السلامه خلاص، مش هيعرف يتعامل مع المرض. انما الطائر اللي بياكل والطائر اللي محافظ على صحته والطائر اللي انت محافظ له على صحته وعلى مناعته عن طريق الاكل السليم والمناسب، هو ده الطائر اللي هيعرف يتعامل مع المرض، وهو ده الطائر اللي هيعرف يعمل لنفسه مقاومه ضد المرض ورفع مناعه ضد المرض. فما فيش علاج لمرض نيوكاسل الا انك دايما تعزز الطيور بالفيتامينات والاملاح المعدنيه والمعادن وكل الكلام ده، علشان هو ده الجدار المناعي. لو انت اصلا مربيهم بشكل خاطئ او بشكل غلط ومضاعف مناعتهم، فهم هيعانوا قدام فيروس النيوكاسل، يبقى في معاناه كبيره جدا قدام فيروس النيوكاسل او الشخص للسماء او التواء الرقبه. فعلاج المرض ده يا جماعه بيكمن بشكل اساسي واولي في الوقايه. عملت وقايه كويسه وبنيت الطيور بشكل كويس، فانت هتحمي نفسك. اما بقى اثناء المرض لو حصل وانت كده كده الطيور بتاعتك ضعيفه، عليك بقى ايه بالفيتامينات والاملاح المعدنيه، ويفضل انك تذبح الطيور اللي لسه ما اتصابتش وتتناول اللحم بتاعها علشان المرض كده كده هينتشر. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.